امين خلي في النص نعم عرفش بلغه البوكس كانت ناقصة الترسيم الله غالب يعني عملنا فوليوم دو جو كبير برشا نحاولوا نخدموا القدام المباراة الجاية إن شاء الله نحسموا إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله بعد الجمهور فما شكون انت تعرفوك ليسبيرونس براتيكمون كانوا تعرف الجمهور هذايا فما لاعبين يحسوهم الضغط على الجمهور اثر حتى على الكونسنتراسيون تاعهم لا بالعكس يعني كنا يعني كما شفتوا كونسنتري لكن الكونكريتيزاسيون ناقصه بالعكس عامل الجمهور كان معنا نحن الحمد لله اللي رجع وان شاء الله في قدم مباريات يكمل معنا كي ونشكره بالمناسبه على التشجيع هذا. امين كيفاش ترى بقيت الباركور نتاع ليسبيرونس في الشامبيونز ليغ بعد دو نول وفيكتوار؟ كملوا نخدموا كما كنا. مع التليفون كمان. التليفون. حاولوا نركزوا على ليزوبجيكتيف نتاعنا الباهي والقايمه نتاعنا ونحاولوا نحسموا ان شاء الله الكواليفيكاسيون من لي دو ماتش الجايين وباش نكملوا باريحيه ان شاء الله. تعاد ديما في الدار خلينا نقولوا على دوميسيل ديما صعب شويه الماموريه حتى الماتش الجاي باش يكون جمهور الفريق المنافس. تعادل حاول لي سامح. قلت التعادل ديما على دوميسيل يكون صعيب وحتى صعب الماموريه في بقيه المشوار سيرتو كل ماتش الجاي باش يكون مع الاطوال مع الجمهور بتاعهم. التعادل لكن ماناش نلعبوا حدنا لعبنا كونتر ايكيب منافس تقليدي لعب بلوكبا اليوم حاولنا كيما نجموا معناها بلي كومبينيزون فوليوم دو جو الله غالب كيما قلت لك نخسر الكونكريتيزاسيون نحسبوها نحن هذه نقطة إيجابية باش نحاولوا نخدموا القدام ونحاولوا نصلحوا سيرتو إن شاء الله أكثر من طويل إن شاء الله. نتكلم على علي جمال اليوم حكينا في ماتش كبير. هذيك ردة فعله يعني نقدروها ما ولا يعني ولد الدرجه ان شاء الله نتمنى له حظ موفق في الباركور نتاعو. ميرسي بوكو امين يعطيك الصحه عشت عمر عمر امين امين كل الدنيا صوت وتعبنا بالنسبه للسبورتس مين ناقص الكونكريتيزاسيون والجيني شكرا لك. رشيد العافيه لا غالب ما شانس باش معنا بيرفورمانس كنا نسحقوا 3 بوان تاعنا لا غالب فو با نتعلم منها ان شاء الله كل الكلاب مع بيرفورمانس هذايا تجي الكونكريتيزاسيون ان شاء الله نقدم الباركور ان شاء الله ندوموا ان شاء الله. رشيد هذا الترجي والله نجم نقول كان ما شانس كثير كثير كرة على البار كرة ينحيها من الجارديان في اخر لحظة كرة علي لا غالب ما شانس نخدموا على لي ديفو اللي عملناهم ان شاء الله بقدر تربي ان شاء الله ريزلتات باش تبع في النتيجة. رشيد اول مباراة لي كان جمهور الترجي بهذه الجماهير والله الحقيقة سونساسيون باهية الجمهور يعمل بوست للجوالات الكل ان شاء الله ديما ورانا وديما معانا وان شاء الله ان شاء الله احنا فينا نفرحهم بعد ما نواجه ان شاء الله. رشيد اليوم وليت عنصر اساسي في التشكيل في الترجي كيف الهدف نتاعك انك تكون في المنتخب التونسي خاصه في الفتره القادمه عندنا ماتش تاع المراج كيفاش تشوف انت الحكايه هذه؟ هو بريمي ماتش نبني عليه ديما الخدمه والخدمه ان شاء الله وبالطبيعه الاوبجيكتيف هو ديما ليكيب ناسيونال توا عندنا عندنا ديزابليكاسيون عمل اسبيرونس قاعدين نخدموا قاعدين نتحسنوا من ماتش لماتش ان شاء الله ان شاء الله تحسن زيد تحسن بيرفورمانس وزيد تبع ريزولتا هكاك النيفو دي جوار الكل يطلع مع بعض ما نجيش واحد وحده يطلع بالنيفو قاعدين نطلعوا الكل مع بعضنا.